النادي الاهلي يعني شايفه ازاي؟ العالم كله شايفه ازاي؟ لان خلاص النادي الاهلي مفروض يعني يخش بقى على او يبص ويخطط لنفسه على مش على المستوى المحلي بس، لا يفوق كمان المستوى العربي والافريقي، وان شاء الله يخش على المستويات الدوليه. فنادي الاهلي طبعا انا اللي انا بعتبره الحقيقه بيت الشعب كله. يعني انت عارف سعد زغلول ده كان برضه ليه يعني رجل قويه جدا في نشاه وتاريخ النادي الاهلي، وكانوا بيسموا بيته لانه كان بيت الامه كله. فاحنا طبعا النادي الاهلي ده بيت الشعب الحقيقي، مش مؤسسه ولا مش ولا نادي ولا لا، ده بيت الشعب الحقيقي اللي اتنشا من 112 سنه واصبح كمان زاخر بقى دواليه بالبطولات، يعني فوق ال 112 بطوله. وطبعا النادي الاهلي يعني مش عايز اقول نادي القرن، مش عايز اقول ذو الشعبيه الكبيره والعريضه في مصر وفي الدول العربيه والافريقيه وحتى على المستوى العالمي. الحمد لله النادي الاهلي بخير، وطبعا دي ده البدايه اللي دخلت فيها النادي الاهلي الحمد لله من سنه 54. انضميت للنادي الاهلي وانا شبل صغير كده 11 12 سنه، وطبعا كان في اواخر مجلس اداره عبود باشا. وفي الفتره دي طبعا انا كنت شبل بقى صغير، تتلمست على ايد مدربين كتار جدا في النادي وعظماء، واستفدنا منهم. والنادي الاهلي طبعا انت عارف مدرسه في المبادئ ومدرسه في الاخلاقيات ومدرسه في علمونا ازاي نأدي وازاي نلعب وازاي ننتصر وازاي برضه حتى مع الانتصار يبقى برضه عندنا الروح الرياضيه والسلوك الرياضي. يعلمونا طبعا احترام الكبير، وعلمونا يعني العطف على الصغير، وعلمونا لغايه الوقت احنا بنقول لناس كتير جدا جدا اي حد تقابله حتى حد صغير يا كابتن. يعني في الوقت انت شايف معلش مع شبابنا واولادنا واي حاجه يعني كله كده، احنا لا لغايه دلوقتي اي حد بنكلمه ونقول له يا كابتن، ولان اتعودنا على الكلام ده كله. والنادي الاهلي علمنا الكلام ده وعلمنا المبادئ دي كلها من ساعه ما دخلنا سنه 54. يعني انت دخلت سنه 54 كان عهد ابو الباشا يعني طبعا، ودخلت بعد كده على رئاسه السفير صلاح الدسوقي عضو مجلس قياده الثوره والبطل الاحرار. وكان بقى العصر بقى الذهبي، انا قعدت من 54 في النادي الاهلي لغايه موسم واحد، يعني ابتديت العب بقى فريق اول 61 62 لغايه موسم 66. طبعا كانت فيها محطات كبيره جدا، وطبعا فتره من اقصى فترات حياتي الحمد لله. يعني انا ابن النادي الاهلي بقول لحضرتك من 54، وطبعا بتذكر فيها كل الذكريات الحلوه كلها من مرحله الطفوله للفتوه للشباب. احسن مرحله الحمد لله لعبتها من 54 زي ما قلت لحضرتك لغايه 66. يمكن بعديها يعني انتقلت كسفير الحمد لله، اعتبر نفسي يعني اول لعيب ينجح ويروح النادي الاسماعيلي ويحرز معاه بطولتين غايه في الاهميه، بطوله الدوري العام لاول مره في تاريخ الاسماعيلي 5 مايو 66، وبعدين كاس افريقيا لاول مره في تاريخ مصر في عز حرب الاستنزاف في 9 يناير 70، وخدنا على بطوله الدوري وسام الرياضه، وخدنا بطوله افريقيا وسام الرياضه من الرئيس جمال عبد الناصر. وطبعا بعتز برضه بميداليه العمل الوطني اثناء العدوان على اللي حصل سنه 67. انما طبعا ذكرياتي كبيره جدا واعتز بيها جدا في النادي الاهلي، من اول ما كنا في الناشئين الصغيرين زي ما بقول لحضرتك ونلعب ماتشاتنا وناخد البون، نجري عشان ناخد البون من كان عندنا المدربين الاول اللي معايا الدكتور ممتاز، ثم الكابتن حلمي ابو معاطي، ثم الكابتن عبد الصالح الوحش. طبعا تتلمذنا على ايدين مدربين عظماء كتير بعديهم، بس اخص بالذكر منهم مستر بروشيتش ده من احسن المدربين اللي جم على مستوى تاريخ النادي. كنا نكسب في الماتشات الصغيره دي، كان انت عارف يعني زمان في الناشئين بيعمل ايه؟ المدرب يدينا البون ب 25 قرش ونروح لمطعم النادي الاساسي، كان التشيب بتاعنا بقى عم مختار ده، يا سلام لما يديك بقى الطبق المكرونه الاسباجيتي بايديه على فكره. وطبعا بقى غير بقى البولونيز بقى اللحمه المفرومه والبسكالوب البانيه الاصلي ثم الكريم كراميل. طبعا ده يعني شوف الكلام ده كان في ايه في الخمسينات كلنا يعني ايه بنتذكر
الايام الحلوه دي كلها. كل عصر الحقيقه وليه يعني ليه 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 يعني جماله وايجابياته والحاجات اللي بس طول عمر النادي الاهلي طبعا نادي البطولات ونادي روح الفانيلا الحمراء والجماهير المشجعين من اول رابط اللي يعني عم بحر وكمال الطيوري وال وكل الروابط المشجعين اللي تواردت على مستوى النادي عصرناها الحمد لله. ان احنا طبعا انت عارف فتره الستينات بس كان في قبل كده الخمسينات برضو كان يعتبر عصر ذهبي والاربعينات ومن اول 34 ناس كتير جدا من النادي الاهلي اشتركت في كاس العالم لاول مره في سنه 34 وتوالت الاجيال بقى الحمد لله. انا اعتبر رغم ان دخلت سنه 54 انما انا اعتبر جيل الستينات يعني في لانه كنا شبل صغير والاشبال الصغيره لعبنا مع عمالقه النادي بقى ان هم كانوا لعبوا في الخمسينات وكملوا لغايه الستينات. كل الناس دي توقفت زي ما قلت لك لغايه سنه 67 عشان الحرب قامت ووقفت البطوله والدوري لغايه بعد 73 احنا كملنا بقى بقول لك الست سنين دول كلها مع النادي الاسماعيلي. انما النادي الاهلي طبعا في هذه المتواليه يعني توارد عليه مجموعة يعني أساطير من أساطير الكورة. مش هتكلم من أول مختار التتش ولا حجازي ولا مختار التتش بدون بحفظ الألقاب يعني الحقيقة. وانت ماشي بقى لغاية ما وصلنا لكابتن صالح سليم ومحمود الخطيب وتاريخ بقى حسام حسن عماد متعب وبقى وجيل أبو تريكة وبركات والمجموعة مش عايز أنسى لغاية الجيل الحالي. حتى الجيل الحالي الوقت بعد اللي هو مرحلة التجديد بعد مستر مانو البوزيه والبطولات العريضة اللي النادي أحرزها دي كلها أكتر من 20 بطولة في الخمس سنين بتوع مانو البوزيه بعد سنة 2001-2006 إنما الجيل الموجود دلوقتي ده جيل مبشر بالخير رغم أي حاجة حصلت في الأونة الأخيرة. إنما جيل عظيم جدا جدا وإن شاء الله هشيل النادي الأهلي وهشيل منتخب مصر على الأقل 10 سنين الجايين. لولا النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ما كانش النادي الاهلي احرز واستمر في احراز هذه البطولات كلها. يعني البطولات كلها بتتوالى في النادي الاهلي. احنا عندنا اكثر من 40 يعني بطوله في الدوري العام ويعني اللي هي البطوله الرسميه الرئيسيه. انما برضو يعني في محطات في تاريخ النادي الاهلي الواحد بيعتز بيها جدا وحضرتها رغم ان انا كنا من مجموعه الاشبال الصغيرين اللي انضمينا للنادي الاهلي زي ما قلت لك في عصر الدكتور ممتاز ثم الكابتن حلمي ابو معاطي ثم الكابتن عبد الصالح الوحش اللي صعدنا الفريق الاول ومعاه الدكتور طه طوخي كانوا في الحقبه دي. يعني انا كنت موجود بقى معايا كابتن علو مطر يعني بدون برضه علو مطر والسايس ومصطفى عبد الغالي وشريف بركات وروف اسماعيل واللواء علي حفظي ومجموعه كبيره جدا وسمير صبيح والفريق اللي اكبر منهم كمان عاصرته لان احنا كنا واحنا حتى في الناشئين كانوا بيلعبونا تحت 16 و18 وساعات تحت 21 سنه. فعاصرت الفريق الابيض وعاصرت الفريق الاحمر. الاحمر ده طبعا الاول والسكند تيم اللي هو الفريق الابيض. كان في الفريق الابيض بقى من اول العمده وعلي عبد الله ومصطفى طنطاوي وشمبر وانبر ومحمد سالم مجموعة كبيرة جدا جدا. عاصرت المجموعة دي كلها ثم وانا في الناشئين بقى وكنا بيمرنونا الناس المتميزة من الولاد الصغيرين كانوا بيمرنونا مع الفريق الاول. فكان ابتديت بقى لعبنا احنا بقى من اول موسم بداية موسم 61 مع الفريق الاول من العمالقة. احنا طبعا كنا لسه 17 سنة اقل واكثر لغاية ما لعبنا بقى ماتش الشهير اللي يعني فضل النادي الاهلي عليا كبير جدا فضل الكابتن عبد الصالح الوحش عليا كبير جدا بعد ربنا. ماتش الشهير جدا الاهلي والزمالك ده اول بطوله اشترك فيها ونكسب نادي الزمالك في ملعبه 3-0 في وسط العمالقه. وانا كنت بلعب الماتش ده لاول مره في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه لي. ماتش لن يتكرر لان من حاجات البطولات والحاجات العظيمه جدا اللي الناس كلها بتسال عليها. ماتش لن يتكرر غالبا حاجه في التاريخ زي ما مثلا مصر كسب يعني ثلاث بطولات افريقيه 6 و8 و10 فبرضه الماتش ده بتاعنا احنا اللي هو السايس وريع وعلو مطر في وسط عمالقه مصر في نادي الزمالك 3-0 لن يتكرر كثيرا. النادي الاهلي طول عمره في ال 20-25 فدان اللي هم بتوع نادي الجزيره كان كل النادي الاهلي بيقول لك بيت الشعب يعني
ما فيش شك بقى ان وقت الخمسين سنة فات اولا حضرت مناسبات عديدة جدا ابرزها يعني حضرت اليوبيل الفضي بتاعنا بتاع النادي الاهلي اللي كان في الخمسة وخمسين او يعني في الخمسينات برضه في نص الخمسينات يا 55 يا 56 اظني وطبعا الناس كلها والقناة كلها بتتغنى بأم يا اهلي شوف ولادك والجنوم شوف ايات النصر في كل العهود شوف وسجل بيها امجاد الخلود انت دايما كان بس النادي الاهلي بقى في القناة بيجيب موسيقى احنا كنا بنعمل واحد واحد اتنين واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونتكلم على الفقرات كلها الاغنية الكبيرة اللي اتعملت في اليوبيل الفضي واللي كتبها العظيم فكري باشا أباظة في هذا التوقيت عشان احتفالا باليوبيل الفضي دي مناسبة مهمة جدا ونحن طبعا كنا أولاد صغيرين في الناشئين وحضرنا دافل على مستوى الاحتفالات الحمد لله حضرت الفضي ودي احنا ربنا مدينا العمر عشان نحصل نشوف 112 سنة كمان دلوقتي فالحمد لله وحضرنا الألفية كمان يعني لما جينا النادي الأهلي يحتفل بالألفية 100 سنة برضه عملوا لنا تكريم وكل الأجيال بقت المتتابعة كلها جت ورا بعض إنما ماتشات كتيرة طبعا الحمد لله خلال الفترة دي كان فضل النادي الأهلي عليا الحمد لله كبير جدا وطبعا زي ما اتفقنا على إن النادي الأهلي بجمهوره وإدارته البطولات الأحراز دي مش ما احرزهاش طبعا من فراغ زي ما بقول لك فرع الجزيرة ده 2025 فدان تحول بعد كده لفرع بعد كده لما جه الفريق مرتجي وكابتن عبد الصالح الوحدي فرع مدينة نصر اسمه فرع الشيخ زايد فرع التجمع الخامس إنشاءات وبنية أساسية تغيير شامل وأناقة ورونق وجمال ولاندسكيب وخضرة ويعني شكل تاني خالص فروع النادي الأهلي دلوقتي اتغيرت اللي يصور اجتماع مجلس إدارة كان بيجتمعوا فين ويصور اجتماع مجلس إدارة مثلا امبارح في النادي الأهلي يشوف هناك يعني فرق شاسع جدا إمكانيات زادت السبونسرز الرعاة زادوا الجماهير زادت المشجعين على كل المستويات الناس تقول بكره عايز تبرعات للنادي الاهلي عشان تبني الاستاد هيجي لك مليارات من الجنيهات كل ده طبعا التطوير ده كله اللي حصل في الخمسين سنه اللي فاتوا على الاقل يعني كل ده من اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وسمعه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الرسالة اللي بوجهها الناس كلها طبعا لازم تلتف احنا طبعا في مرحلة بالغة الحساسية بالنسبة حتى لمصر عموما فاحنا يعني بتاريخ النادي الاهلي ده كله يحصل حاجة حتى النادي الاهلي كورة رغم ان انت عندك بطولات عظيمة جدا في كل الالعاب تقريبا يعني وضارب ارقام قياسية في لعبات كتيرة جدا انما لما يحصل اي نكسه او اي كبوه او اي هفوه لازم جماهير النادي الاهلي تقف جنب النادي الاهلي وجنب اداره النادي الاهلي وجنب التاريخ ويفتكروا الكلام ده كله عشان يستمر النادي الاهلي ان شاء الله عشان بقول لك دلوقتي ده بيت الشعب ولازم النادي الاهلي بقى اقول لك في الفتره دي وبالجيل الحالي اللي هو عنده ده يقدر ان شاء الله يشترك في كاس انديه العالم تاني وكاس افريقيا تاني وتالت ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يمرض انما النادي الاهلي طول عمره ان شاء الله في اعلى المناصب واعلى يعني الدرجات ان شاء الله انا برضو كنت يعني برضو في من فضل النادي الاهلي عليا بعتز بمباريات كتيره جدا انما مثلا زي ما قلت لك ابرزهم يعني وحاجه لن تنسى في تاريخ النادي الاهلي بطوله 62 موسم 61 62 برضو الحمد لله ربنا يعني احيانا لعبنا مع اساطير النادي برضو بعديها على طول بشهر
ضد نادي بنفيكا بطل ابطال اوروبا، وكان في يعني واخد بطوله اوروبا 5 سنين ورا بعض، كسبناه الحمد لله 3-2 يعني، وده يعتبر اعظم انتصار للنادي الاهلي في التاريخ في القرن اللي فات. فكل الكلام ده كله يعني بطولات كتيره النادي الاهلي عملها الرواد كلهم، وبيتكمل الاجيال كلها لغايه الابناء، وان شاء الله النادي الاهلي فيه تقدم وتراد دايما ان شاء الله.